جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل شيخ صالح ويقول: لي زوجة لا تلتزم بالحجاب، ونصحتها كثيرا لكنها تقول: كيف أتحجب ولم يتحجب جميع الأهل؟ هل علي إثم في ذلك؟ أنت أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك، وهي زوجتك وأنت قيم عليها، فعليك بإلزامها بالحجاب، وإلزام من تقدر على إلزامه من بناتك ومن تحت يدك في البيت من أخواتك ومن لك ومن لك عليه سلطة، يجب عليك أن تلزمهم بالحجاب، لأن هذا من مسؤوليتك عليهم، وأنت قيم عليهم ومسؤول، وهم رعية تحت يدك وأنت مسؤول عن رعيتك، عليك بإلزام زوجتك بالحجاب وإلزام كل من تقدر عليه، ومن لا تقدر على إلزامه فإنك تنصحه وتبين له وتعظه وتبين له الحكم الشرعي، وأنت مأجور في هذا. نعم.